هلا والله شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيكم فيديو جديد عن تحديات لعبة ريد ديد ريدمشن 2. يلا نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول يطلب منكم تهجمون على واحدة من كامب العصابات. طبعا حط لكم أماكنها توزيعها بالخريطة. التحدي الثاني يطلب منكم تبيعون 5 ريش، أي نوع ريش كان. التحدي الثالث يطلب منكم تصيدون 5 طيور وتصعدين على القطار وهو يتحرك. التحدي الرابع لهذا اليوم تصيدون النمر، حاط لكم اماكن الاسبوع مالته. التحدي الخامس يطلب منكم تقتلون 3 اونلاين هيد شوت باي ايفنت كان. التحدي السادس لهذا اليوم تظلون تشربون بالشخصية بأي صالون موجود باللعبة لحد ما توصل الشخصية لدرجة اللاوعي. التحدي الأخير لهذا اليوم تدخنون 5 سجاير تباكو. إن شاء الله كنا فدتكم هذا الفيديو. لا تنسون اللايك ومشاركة الفيديو لأصدقائكم. لعبوا رديت، وأشوفكم بيوم ثاني وتحديات ثانية. سلام.